أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا يحرم على المسلم أن يشارك غيره غير المسلم من الكافرين في أي عيد من الأعياد لأن دي مسألة خاضعة أو نابعة من المودة والرحمة نعم أنا أعدل معهم نعم أعاملهم بالقسطاس نعم لا أسرقهم ولا أظلمهم ولا أجور عليهم نعم لكن الود والبر إنما يكون لأهل الإيمان فقط يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور ده إيه معناه؟ أنا الأمة تلعب وتشارك الذي يغزو ديارها والذي يذل أهلها وينهب ثرواتها يشاركهم في أعيادهم والله ما يفعلها عاقل أبدا ينبغي الرجوع إلى الله وجعل الذل والصغار على من خالف أمري قد استرد السبايا كل منهزم كل إنسان في الدنيا له سبايا استردها لم يبق في أسرها إلا سبايانا ولا رأيت سياط الظلم دامية إلا رأيت عليها لحم أسرانا ولا نموت على حد الضبا ألفا حتى لقد خجلت منا منايانا أهل العلم يصرخون ليلا نهارا يا شعب أفيق يا ناس يا مسلمون أفيق طوفان قادم ولا نجاة لنا حقا إلا إذا وافقنا النبي صلى الله عليه وسلم في غرزه كما قال أبو بكر لعمر قال أيها الرجل استمسك بغرزه ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون بخلاف عيد الفطر وعيد الأضحى أعياد مبتدعة يحرمون أنا بقول يحرم بإجماع العلماء جميعا متفقون على حرمة مشاركة الكفار في أعيادك في أعياد دا عيد شم النسيم وعيد الأم وعيد الشجرة وعيد مش عارف إيه وعيد الإيه وعيد الإيه والكلام أنا بقوله يسمعني الملايين من المسلمين في أعياد للكافرين قادمة لا يحل لمسلم بإجماع العلماء أن يشارك المشركين في أعياده والله أسأل أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.